قبل ما نبداو لا فيديو الدراري بغيت غير نقول لكم باش نشكركم على التشجيع ديالكم ومهم كاع الحب ديالكم. ثلاثة الناس غادي نربحهم 10 يو اس دي تي كل واحد، دونك خليو الوالد ديالكم ديال يو اس دي تي تي ار 7 خليوها في لي كومونتير، عندكم الحق تعاود تكومونتيو شحال ما بغيتو. المهم ثلاثة الخرا هما اللي غادي يربحوا، غنحاول نبقى نديرها كل مرة فيديو نعطي شي واحد هكا. دونك ثلاثة الخرا كومونتيو شحال ما قديتو هما اللي غادي يربحوا ان شاء الله هاد لا بتيت سوم هادي. فوقاش غادي نعزلوا شكون حتى الفيديو ان شاء الله. المهم قوم تبعي لي فيديو تتعرفوا شكون غادي يربح. هادشي اللي كاين. دونك بوم هادي مرحبا بك كان هذا كان نهار كبير هذا. الله يحفظك ليا. دونك غادي نهضروا على البلان ديال طوطو اللي قال لك باغي يدير ان اف تي. يعني انا صراحه قبل ما نبداو نهضروا عليها انا حسيت ما غادي تقيد، قلت اللهم غنجيب خويا مهدي هو اللي غادي يقول لنا واش بصح عندي الحق بعدا ولا لا. لان مهم انت سمعتي بالبلان ديال باغي يخرج ان اف تي وي وي سمعت وداير شي تقريبا شي 1000 1000 بياسه غادي تتباع وكذا. انا في رايي يا اخي مهدي زعما تنقول ان اف تي ديال شي رابر بحال هكا ولا شي مغني ولا شي واحد فيمس، يعني ان اف تي ديجا اكوا سانسير، يعني غتشريها باش تعاود تبيع من بعد. واش كوا كو بنادم غادي يشري ان اف تي ديال طوطو غادي تسنى واحد اخر يعاود يشريها منه؟ ما كنظنش. هو ال ان اف تي شيكون قادر يكون عنده بزاف ديال لي زوتيليزاسيون، هو ال ان اف تي بحد ذاته راه ما تيسواش شي حاجه، راه البروجي اللي وراه ولا هذاك اما تيكون عباره عن اوف دار يعني فن، يا اما تيكون عباره على سيرتيفيكا، يا اما يعني يقدر ان اف تي يكون بزاف ديال الحوايج. دابا طوطو فاش خرج لي ان اف تي ديالو هما اصلا عباره على اوف دار يعني فن، ولكن خص يكون وراه يعني شي حاجه، لان طوطو ماشي هو اللي مخرج هذاك الار يعني ماشي موسيقى. باش ان اف تي يقدر يكون موسيقى فهمتي، يقدر يخرج ان تراك ويكون ان اف تي. فباش نشرحوا هذه القضيه ديال طوطو ما بينش بلي راه كاين شي بروجي وراه هذوك لي ان اف تي فهمتي. وكي انا كنظن بلي الاغلبيه ديال لي زارتيست ما فاهمينش مزيان هاد الكوطه ديال لي ان اف تي، والاغلبيه غير تيخرجوهم غير باش يربحوا فلوس، يعني يربحوا فلوس بالزربه، ماني جرابس كما كنقولوا، كياخذ فلوس وصافي. قال لك واحد من هذوك 1000 ان اف تي غادي يعطيك الحق انك تدخل لكاع لي كونسير ديالو فابور مدى الحياه. وما عرفتش وقيلا شي اوتيل في كازا ولا شي حاجه بحال هكا ونهار مع طوطو، ولكن هادشي ما كافيش يعني. وهذوك لي كوليكسيون كاملين هذوك 1000 كاملين يعني ما يكونوا لاقين لوالو. فهنا القضيه كتكون ماشي انتريسونت. انا تيكون الفرق ما بين لي بروجي ان اف تي اللي غادي يبقاو من هنا لقدام وغادي تزاد لا فالور ديالهم من هنا لقدام، ولي بروجي ان اف تي اللي ما لاقين لوالو في الصراحه. يعني البروجي سي انتريسون بلوس لارتيست اللي غادي يبيعهم على داك الناس اللي غادي يمشيو يشريوهم. هو مثلا نعطيك مثال، مثلا انا عندي شاري دي ان اف تي، دي بروجي ان اف تي. انا شاري واحد ان اف تي اللي سميتو بيغي سول جانج. هاد بيغي سول جانج انا شريتو، داروا واحد ماركت بليس، يعني صايبوا واحد البلاتفورم فين تيتباع وتيتشراو لي ان اف تي في سولانا. وليتي انت الا كنتي شاري من عندهم هذاك بيغي سول جانج، الا كان عندك هذاك لي ان اف تي كتربح واحد لابارتي، واحد الجزء من هذوك لي فري ديال ترانزاكسيون، من هذوك لي تريدز اللي تيداروا في داك الماركت بليس. هنا تيكون الان اف تي عنده واحد الاوتيليتي، يعني عنده واحد الاوزاج اللي حقيقي، يعني عنده واحد القيمه. بحال غادي تقول السيم هذه، بحال غادي تقول شيت كوينز مع شيت ان اف تي، دونك سي لا ميم شوز تقريبا نفس الحاجه. لان الان اف تي ضروري خصنا نشوفوا واش عنده واحد الاوتيليتي، عنده واحد الحاجه اللي تنفع، يعني في اما في لا بلوك تشين اما في العالم الواقعي. شكون اللي مخرجو، شكون اللي شراه، اللي كان شاريه. مثلا تخيل باللي كريستيانو كان عنده واحد ان اف تي وهو باعو، يعني انت غتشري واحد ان اف تي اللي كان عند كريستيانو، فهاد القضيه بوحدها تقدر تعطيها واحد القيمه لذاك ان اف تي. الوغ كو الا كان غير واحد ان اف تي اللي واحد صايبو وحطو في الماركت بليس واللي ما فهمتي، ما عندوش واحد القيمه فنيه اللي كبيره، ولا ما عندوش واحد الاوتيليتي، ما عندوش واحد واش واحد مهم اللي شراه من قبل، فما داك ان اف تي ما عرفتش. وسوفتو كان حاصر غير في المغرب، يعني تيبقى ارتيست معروف غير في المغرب، ماشي زعما وورد وايد ولا شي حاجه. مثلا كيف قلتي كريستيانو، ولا كان غيجي سنوب دوغ، ولا ما عرفتش جاستن بيبر، هذيك نقدر نقول شي ممكن دير فيها شي حاجه. مي هكا غير في المغرب ما عرفتش، ما كتبان لي غير غادي تضيع فلوسك مشيتي شريتي هذاك الان اف تي صافي. انا الصراحه هادشي اللي تيبان ليا، حيت انا بان ليا ما كاينش شي رود ماب، ما كاينش شي بروجي، يعني بروجي واقعي، ما كاينش شي مشروع ورا دوك لي ان اف تي. واش دوك لي ان اف تي غادي ينفعوك، غادي يربحوك فلوس من بعد، غادي يعطيك هو شي
شي حاجه مثلا يقول لك الناس اللي عندهم داك الان اف تي غادي يدخلوا لي كونسير فابور، غادي يشاركوا في دي زيفينمون، غادي يحضروا شي حوايج اللي الاخرين الناس العاديين ما يقدروش يحضروا ليهم. هنا نقول لك سير شريه، يمكن يكون عنده واحد الافاده ويمكن يدخل عليك فلوس. اما الا كان غير هكاك غير تشري ان اف تي باش تشري ان اف تي، فصراحه ما لا فهمت. يقلبوا عليه. دونك يعني تنصح الدراري ما يتقيدوش وما يشريوش داكشي؟ كنصح الدراري، انا كنظن باللي اصلا طوطو هو ما فاهمش مزيان، يعني هو دار غير واحد الشراكه مع واحد الشركه، هذيك الشركه هي كتقلب على الرباح ساهل ماهل. فتنصح ان الناس يسولوا طوطو يقولوا ليه واش كاين شي مشروع وراء هذوك لي زان اف تي، الا ما كان والو ولا ما تشري. اوكي داكور. وعلى هذيك جبنا موضوع الان اف تي واخا ما دخلناش في الديتاي ديالو شنو هو وكل شيء، شنو هما لي زان اف تي اللي كتنصح الناس دابا يشريوهم؟ ام هادي زعما بحال اللي غادي تقول لك زعما توب 5 كريبتو كورنسي، ولا تقولنا توب 5 ان اف تيز اللي ممكن الانسان يشريهم دابا؟ هما ضروري خصك قبل ما تدخل شي بروجي ان اف تي، اما كوليكسيون عباره على يعني يعني دوك التصاور اللي تنشوفو حنايا، تصوير عاديه مثلا ديال شي قرض ولا شي ديال شي خنزير ولا شي حاجه، فقبل ما تشريها خصك تاخذ بعين الاعتبار بزاف ديال الحوايج. يعني خصك تقلب على المشروع، شنو هذاك الاكيب، هذوك الناس اللي خرجوا داك الان اف تي، شنو واعدوا، شنو غادي يديروا، هذه اول حاجه. ثاني حاجه خصك تقلب على دوك الزنافت اللي تيكونوا شويه غاغ، يعني نادرين، قد ما كانت قضيه نادره قد ما تطلع القيمه ديال هذاك الان اف تي. انا مثلا هما تيخرجوا واحد الكوليكسيون بحال عرفتي شنو تيعطي القيمه ديال هادشي، عقلتيها امير فاش كنا صغار وكنا تنجمعوا دوك الطابلوات ديال دراغون بول ولا ديال بوكيمون. اييه ودوك ولا دوك لي كارت ديال بحال يوغيو ولا بوكيمون. فالزنافت تقريبا نفس الحاجه. وقد ما تيكون هذاك غابر، تخيل تلقى داك جوكو اللي غابر في داك الطابلو الاولي، انك تقدر تخلص عليه واحد الفلوس اللي كبار غير باش تلقاه. فنفس الحاجه بالنسبه للزين اف تي، تكون مثلا واحد الكوليكسيون ديال 10000 3000 5000 ان اف تي في البروجي، وانت كتحاول يعني تلقى هذاك اللي غاغ. الا كان عندك غاغ تقدر تبيعه بواحد الثمن، يعني نادر عندك غير يكون عندك واحد الثمن اللي طلع تقدر تبيعه بواحد الثمن اللي طالع. ثالث حاجه لي بروجي اللي دابا كبار بزاف، يعني اللي واعرين في الزين اف تي غالي، لان كما قلنا ما كاينش بزاف، ماشي بحال لي توكن كاينين بزاف، كاين 100 مليون 700 مليون 1000 مليار توكن في المارشي. اذا الان اف تي تيكون 3000 5000 10000. فبالنسبه مثلا الا خدينا المثال ديال البورد ايبس يات كلوب بايكس، هذا واحد بروجي ان اف تي اللي خرج في ايثيريوم، دابا اقل واحد اعين واحد تيتباع ب 150 الف دولار. فهادو يعني دي بروجي اللي واعرين. كاين الكريبتو بانكس اللي تيتباعوا دي مليون دو دولار، يعني الـ NFT واحد، الشركة ديال كوكا شرات واحد، شرات كريبتو بانك، اديداس شرات واحد من هاد لي بايكس بورد ايبس ياكت كلاب، شرات منهم واحد. فلي بروجي نورمالمون اللي تيكونوا كبار ديال الزنيك تيكونوا غاليين بزاف، وما تيكونوش اكسيسيبل لأغلبية الناس. ايوا سير اخويا امين. وي كمل كمل امين. قلت لك الـ NFT ما تيكونوش غير عبارة على تصاور، يمكن يكون بزاف ديال الحوايج. كاين واحد الارتيست اللي سميتو مغني اللي سميتو بلاو، هاد بلاو هذا شنو دار، خرج واحد اغنيه اللي نسيت على سميتها بصراحه، حطها في سبوتيفاي، وقال 50% ديال الارباح من هادو ديال هادوك ديال هذيك لا شونسون، يعني ديال هذيك الاغنيه، غادي تفرقوا على الناس اللي شراو لي زين اف تي ديالو اللي كانوا تقريبا خرج شي 3000 ان اف تي. فالناس شراو لي زين اف تي ديالو باش يربحوا هذيك يعني هذاك المونطو. هو باش استفاد انه خدا واحد الكابيتال اون افونس. يعني تخيل انت امير بغيتي تخرج واحد لا فيديو ياك، هاد لا فيديو يوتيوب انت معول عليها مثلا غضرب ان شاء الله مليون فيو، ياك مليون فيوز يعني غتخدم عليها اكسترا، خصك واحد البيدجي، خصك واحد يعني واحد البيدجي باش تخدم. شنو غدير؟ غتخرج 1000 ان اف تي، غتقول الناس اللي غيشريو هاد الان اف تي هادو غادي نعطيهم مثلا 20% من الارباح ديال ديك لا فيديو. يمكن الناس يعطوك فلوس، انت غتشد راس المال غتستثمرو، وهما غادي يربحوا معاك. فهاد القضيه هادي ولاو تيستعملوها حتى هي، ولا داكشي علاش خصك تقلب ضروري، ماشي يعني كاين ان اف تي كاين فيهم، وكاين خصك ديما تقلب على لوتيليتي. ما عرفتش نهضر بالعربيه اسمح لي اخي امير، ما عرفتش الكلمه ديال لوتيليتي، خصك ضروري تشوف لوتيليتي ديال هذاك ان اف تي قبل ما تستثمر فيه. فهمتك صراحه، هذه فكره زوينه، وهذه ممكن يكون دارها طوطو مثلا، يكون غتكون مزيانه صراحه، وغتشجع الناس، يعني بحال اللي غتخلي المشاهدين ديالك يساهموا في لا كرياسيون ديال لو كليب ولا ديال لا شونسون ديالك، من بعد غتجازيهم بداك
تقدر تقسم معاهم الارباح ديال ديك الاغنيه اللي غادي تخرج. هذه فكره زوينه. ولكن نورمالمون الشركات اللي تيكونوا مسينين معاهم هاد لي زارتيست ما تيعجبهمش هاد الشيء، يعني عادي هما نعم تيبغيو يربحوا كل شيء، يعني كل شيء يكون ديالهم. فهنا تتبقى على حساب يعني الارتيست واش فاهم مزيان يعني الدومين، فاهم لو ريسك ديالو، فاهم بزاف ديال الحوايج. مي هادو هما يعني هنا فين كتبان لنا الابداع والانوفيشن والحاجه الجديده في هاد لا تكنولوجي، يعني التكنولوجي ديال الان اف تيز شنو يمكن لها دير من هنا لقدام. وكما قلنا الان اف تيز يعني يقدروا يكونوا موسيقى، يقدروا يكونوا تصاور، يقدروا يكونوا حتى دي كونترا، ويقدروا يكونوا حتى مثلا تيتر، دوك التيتر ديال مثلا شي ايمابل. فكاينين دي بروجي دابا ديال لا كريبتو ديال الان اف تيز اللي تيخرجوا في ليموبيلي. مثلا انت عندك واحد ايمابل، واحد ايمابل باغي تبنيه، فانت شنو تدير؟ تتفرق ان اف تيز على الناس اللي باغيين يستثمروا في هذاك الايمابل، وتتفرق عليهم من بعد واحد البارتي من واحد البورسونتاج من الكرا الارباح ديال من الارباح ديال هذاك الايمابل. ويمكن لك تخيي تداو. كنا هضرنا على في الفيديو اللي فات، كنا هضرنا على الداو. داو هو ديسنترلايزد اوتونوموس اورجانيزيشن، هما الناس مثلا اللي عندهم ذاك الان اف تيز. الفيديو اللي فات اللي مازال ما تحطاش. لا كنا هضرنا على حتى في الميتافيرس. طب ميتافيرس اوكي، انا شحال ديال ديفاي دونك راه مازال واحد الفيديو اخرى مع مهدي ديال ديفاي غتحط ان شاء الله. المهم كمل. وشنو هو الداو هذا؟ هو عباره على باش نبسطوها، هما الناس كاع اللي غيكونوا شارين دوك لي زان اف تي، كنكريي لهم واحد البلاصه فين تيهضروا بيناتهم، فين هما تيصوتوا على شنو غيدار في هذاك ليموبل. مثلا ان كونسيرج غادي 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 نوظفوا، شنو غادي ان شركه غنتعاقدوا معاها باش دير مثلا الميناج. ف واللي تيكون مستثمر اكثر هو اللي تيكون عنده لي فوت اكثر. فهنايا هذه واحد الطريقه باش حتى شي شركات مثلا ولاو تيخدموا بحال هكا. يعني هنا تنشوفوا الابداع والحاجه الجديده اللي جايين بها لي زين اف تيز. فيمكن لي نهضر دخلت تشارك في شي بروجي بطريقه جديده هي ديال الان اف تيز. وي وي ما وكاين دابا واحد البروجي اللي جاي على بولكادوت سميتو سنترفيوج. هذا الا كنتي كتفكر تستثمر فيها ولا كتقلب يعني على شي بروجي من هاد الانواع، كاين سنترفيوج. هذا شي يخليك مثلا الطوموبيله ديالك تصايب ان اف تي ديالها، مثلا دير لها تيتر هذيك الكارت غريس تولي ان اف تي، تولي ان توكن، وتحطها مثلا عند البنكه كضمانه وتاخذ عليها كريدي. بحال مثلا كتمشي عند البنكه كتقول لهم بغي ناخذ كريدي، تيقول لك حط الدار ضمانه. فالان اف تي غير يخليوك ديرها في كل شيء، يعني طوموبيله، دار، اي حاجه تحطها ان اف تي وتاخذ عليها ان كريدي كولاتيراليزي. ولي بونك اكسبتوا هادشي؟ هنا كاين دي بلاتفورم اللي ولاو تيكريو هادشي كامل تيدار في الديفاي، ما تبقاش تحتاج البنكه، لان الهدف من لا كريبتو هو تحيد البنكه. كتولي كتنقص البنكه، كتولي منك الكود، منك البلاتفورم، منك البروتوكول. يعني تصور دابا هادشي كبير عرفتي، غادي يوليو لي طول انتيغي هابطين، بقاو تيرغبو بنادم غير يجيو عندهم. واو. وي هادشي اللي كاين دابا. كيما قلت لك انا دابا البنكه اللي مشيتي حطيتي فيها فلوس كخي امير شحال غيعطوك؟ غيعطوك 0.5%، ما تيعطوك والو. يعني ما تتكافى حتى مع التضخم، التضخم راه 2% في العام. فانت فاش كتحط فلوسك في البنكه كتكون كتخسر فلوس. اما في لا كريبتو مثلا مشيتي غير الانكور بروتوكول وحطيتي فيه الفلوس ديالك غتربح 20%. 20% راه ما تديرهاش حتى في البورصه، يعني راه كبيره هادشي بزاف. لان في لا دي فايف الماليه المركزيه ما عندكش تخلص لي فري داجونس، ما عندكش السالاري، ما عندك والو، عندك بروتوكول. يعني منكم واليكم. نديرو شي فيديو نهضرو على هذا انكور بروتوكول. الدراري خلونا في لي كومونتير واش مأثرين ولا لا. وسي مهدي شكرا بزاف على التحليل الاقتصادي والعلمي والنفساني ديالك. انا شنو بغا يدير سي طوطو. المهم خلاصه راكم فهمتوا البلان، ماشي حتى ليه. دونك فيت اتونسيون، تقدر انفيستيو. هذا ما كيتسماش انفيستيسمون، بالعكس بحال اللي غتمشي تشري تيكي ديال شي كونسير وصافي، يعني ما غاديش يرجع لك بالنفع. المنفعه اللي تشري هي المنفعه. انا عاد القصه واش والله الا من قبل نقاتل نقلب على الكلمه. دونك المنفعه ما كايناش، يعني هذا ماشي استثمار، بالعكس ما غاديش يكون عندك غتستافد به ولا غيدخل لك الفلوس، غير غتخسرو وغادي غادي تهلا في السيتوطو. هادشي اللي كاين. دونك با مهدي شكرا بزاف. لكن عندك شي اضافه في الاخر؟ لا، انا ديما نحاول نوصل هذا الميساج هذا، يعني الناس اللي مازال جاهد، يعني اللي مازالين صغار، اللي مازالين في الدراسه، نقول لهم تانتريسيو بزاف لهذا الدومين، وتعلموا لي ميتي اللي غادي يكونوا من هنا لقدام. يعني غتكون اغلبيه ديال لي ميتي غيكونوا في الكودين،
الكودين ديال جافا، الكودين ديال سوليديتي، ديال لونغاج ديال لا بلوك تشين، ديفلوبمون في لا بلوك تشين. هادو هما لي ميتي ديال الفيتور اللي يمكن لكم تخدموا فيهم حتى ب 100 الف دولار في العام صالير، كصالير بالنسبه لي ديفلوبر. تانتريساو للكرياسيون غرافيك، تانتريساو للديفلوبمون 3D. هادو هما لي ميتي دو فيتور كما تنقولوا. طب ميرسي بوكو ابو مهدي، شكرا بزاف، نشوفك في شي حلقه جايه. الدراري ما تنساوش تدخلوا لاشين ديال مهدي، مهدي انفست، راه كنخلي لكم بوط دو ديسكريبسيون. شكرا بزاف على الحضور، ما تنساوش لايكي وتكومونتي وتبارطاجيو، نتشوفوا ان شاء الله في الفيديو الماجيه. تشاو.